بس كيميكالز متركبه زي الاستروكس وزي البيدرو وزي الايس. الحقيقه في حالات بتيجي في الاستقبالات كتيره جدا ومحدش قادر يحدد ايه السبب والعلاج هيبقى ماشي ازاي. فهي من الحاجات الجديده والحاجات الخطر جدا. الحاجه التانية من الحاجات الغريبه انها ما بتبانش في تحليل المخدرات، يعني حتى مع الناس اللي بتاخدها ممكن تحليله يطلع سلبي. طبعا انا برحب بدكتوره ريهام عرنوس، دكتوره ريهام استشاري طب الاطفال ورئيس قسم الاطفال في في مستشفى ال سليمان، ودكتوره حنان الرفيعي استشاري طب الاطفال ومستشفى الحياه بور فؤاد. هنبدا الجلسه ان شاء الله باذن الله، وهنبدا بمحاضره دكتوره نهاد ديزاين دراجز. اتفضل. موضوع مختلف شويه وهو موضوع الديزاينر دراجز او الادكشن بالديزاينر دراجز. طب احنا يهمنا ايه في الاطفال؟ يهمنا في الاطفال ان بيكونوا الاطفال جايين واخدينه اكسيدنتال، وانا مش عارف يعني ايه ديزاينر دراج. انا في دماغي كل الدراجز اللي انا عارفها هي الدراجز اوف ابيوز اللي هي العاديه جدا اللي احنا عارفينها زي الترامادول، الاوبيويد، الحشيش، الكوكايين، الامفيتامين، الحاجات دي اللي هي العاديه خالص. طب لا، هو في حاجه تانية؟ ده في حاجات تانية كتير جدا. طب ايه الديزاينر دراج دي؟ احنا هنعرف دلوقتي الحاجات اللي احنا عارفينها: الامفيتامين، اوبيويد، التتراهيدروكانابينول اللي هو تي اتش سي اللي هو الحشيش، يعني الماده الفعاله او الماده الميتابولايت بتاعه الحشيش، البنزوديازبينز، الباربيتوريتس، الترامادول، الكوكايين. والحاجات دي اللي هي لما بنعمل تحليل يورين مفروض ان الكيت بتاعي او تحليل السباعي مثلا بيبقى موجود في الحاجات دي. يعني لو انا شاكك مريض ادكت او حد خد حاجه وانا شاكك ان هو واخد حاجه من باباه، مثلا طفل واخد حاجه من باباه ترامادول حاجه، بعمل تحليل يورين بحط فيه الستريب دي وبيطلع لي هو واخد ايه. طب لو جاي اعراض مثلا طفل واخد حاجه اكسيدنتال وانتوا عارفين ان هي حاجه بتعمل سي ان اس ديبريشن وحاجه للابيوز بس بتدي لك نيجاتيف في التحليل، دي ممكن تكون ديزاينر دراج. ايه الديزاينر دراجز دي؟ دي ديزاينر سينثيتك فيرجن with a slightly altered molecular structure of a controlled substance that mimics the pharmacological effect of the original drug while avoiding classification as illegal or detection in standard drug test. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم جم صنعوا دراجز شبيهه بالحاجات اللي احنا قلنا لسه قايلين عليها، الاوبيويد والحشيش والامفيتامين والكوكايين والحاجات دي كلها، بس غيروا في المولكيولر ستراكشر بتاعتها بحيث انها ما تكتشفش في التحليل، بس ككلينيكال افكت هتديني نفس الكلينيكال افكت بتاع الحاجات اللي احنا قلنا عليه. يعني لو حشيش صنعوا حاجه بديله له اسمها سينثيتك كانابينويد بدل الكنابس، بالامفيتامين سينثيتك امفيتامين، الحاجات السايكوديليكس او المهلوسات صنعوا بدلها السايكوديليكس اللي هو سينثيتك سايكوديليكس او الحاجات اللي بتعمل هالوسينيشن هالوسينوجين. طيب الفكره في الحاجات دي انها مش بتكتشف في التحليل، فطالما هي مش مكتشفه في التحليل فانا مش عارف هي تصنيعها ازاي. يعني هي بيحاولوا يصنعوا مواد دي تكون شبيهه للماده اللي احنا عارفينها، الحشيش والترامادول بتعمل نفس الافكت بالظبط. طيب فين المشكله؟ المشكله ان هو ما بانش في التحليل، وبالتالي هو مش محطوط جدول، وبالتالي ما عليهوش عقوبه. طيب تاني حاجه ان هم بيضيفوا عليه حاجات تانيه عشان تزود من السايكو اكتيف افكت بتاعه، وانا مش عارف ايه الحاجات اللي زياده دي. فانا لما بيجي بقى بتنزل ماده السوق مثلا او دراج السوق بينزل، يبتدي اخده واعمل له تحليل واشوف مكوناته ايه وابتدي اعرف، ويبتدي بقى القانون يتغير ويبتدي ندرج الماده دي. بس يعني الموضوع بياخد وقت، الموضوع لازم نكون في هاي اندكس اوف سسبشن ان احنا عندنا حاجه اسمها ديزاينر. الديزاينر دي موجوده في مصر، موجوده في مصر. انا هقول لكم الحاجات اللي موجوده في مصر النهارده، هي في حاجات ثانيه اكتر منها بس انا هقول لكم الحاجات اللي نزلت مصر عشان احنا بنشوفها في السموم. يعني كان في حد على تقريبا على جروب السموم بتاع بورسعيد كاتب ان في طفل واخد حاجه اسمها بودره، والطفل ده جاي ديستربت بس التحليل بتاعه نيجاتيف، فده كان حاجه ديزاينر. حاجه ديزاينر اللي هو مصنع من اللي هو الماده شبيهه للحاجه اللي احنا بناخدها بس مضاف عليه بقى حاجات تانية. ايه الحاجات التانية؟ في بقى اضافوا حاجات، اضافوا عليها اتروبين مثلا عشان له هالوسينوجينيك افكت، في حاجات بيضيفوا عليها كيتامين، في حاجات بيضيفوا عليها بقى حاجات هيربل وحاجات عطور ومعرفش ايه، حاجات كده يضيفوا عليها حاجات كتيره جدا. ممكن يضيف امفيتامين، هي حاجات مصنعه في معامل تحت بير السلم
وحاجات مش معروف يعني، ممكن حاجات بقى مش بيوريفايد اصلا ومش معروف تصنيعها ايه، فتعملي كومبليكيشن كتير. طيب design an analog to have the same or similar activity but not listed as controlled substance, no subject to legal penalties and restriction. لا عقوبة على المتعاطي حال تناول مادة غير مدرجة بالجدول. فأنا الديزاينر ده حاجة أنا مصنعها ومغير في المولكولار ستراكشر بتاعتها، يعني جبت الحشيش وغيرت في المولكولار ستراكشر بتاعته عشان يعمل لي سينثيتك كانابينويد، هيعمل لي نفس الإفكت مثلا بتاع الحشيش، وهروح بقى أنا ضايف حاجات بقى تانية عشان تزود لي السايكو أكتيف إفكت. فلو جاي لي بيشنت ممكن يجي لي اللي هم عمرهم 13 و14 سنه و15 سنه، كانوا بيجوا واخدين من الديزاينر دي حاجات زي ما هقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي كانوا جايين واخدينها، مثلا الفودو والستروكس والحاجات دي، دي حاجات ديزاينر دراجز. طيب ديزاينر دراجز دي بنسميها سينثيتك دراجز، ريسيرش دراجز، ريسيرش كيميكلز، ليجال هايد، يعني عشان هي كان المفروض هي بتتعمل كريسيرش عشان بيجربوا مثلا في الكانابينويد، كانوا بيجربوا حاجه ثيرابيوتيك يعني مرضى الكانسر والجلوكوما والحاجات دي، فبداوا ياخدوها الناس اللي هم عشان خاطر الابيوز وياخدوها ويضيفوا عليها حاجات تانية، فطلع لنا بقى الستروكس والفودو والحاجات دي. يبقى ديزاينر دراجز دي not covered by controlled substance، لهم سايكو تروبيك افكت اللي هو بيعملوا زي هالوسينيشن، بيعملوا سيديشن، وبيعملوا ممكن يعمل ديلوجن، ممكن يعمل اجيتيشن، ممكن يعمل اي حاجه من زي السبستانس اوف ابيوز بالظبط بتعملها، ونفس الافكت بالظبط، بل ان هو بقى بيعمل حاجات زياده يعني بتعتمد على الحاجات اللي انا ضايفها ايه. يعني لو انا هزود اتروبين هيعمل حاجات بتاعت الانتي كولينرجيك افكت، كانك عاطي واحد اتروبين بالظبط، بيجي بالمنظر ده، دايليتد بيوبل، يورين ريتينشن، هالوسينيشن، كونستيبيشن، دراي ماوس، فيفر، فلاشنج، ده الحاجات بتاعت الاتروبين بلس الحاجات بتاعت الكنابس. مثلا لو هو جاي مضاف له هو حاجه مصنعه من سنسيتك كانابينويد مثلا، بلس بقى لو هو مثلا ضايف بقى حاجه ثانيه، ساعات بيكون ضايف مثلا كيتامين، امفيتامين، كوكايين، على حسب هو ضايف ايه. لما بتنزل الماده السوق ويبتدي بقى يحصل منها مشاكل، بناخدوها نحللوها ونعرفه هي ايه، وتبتدي بقى تدرج في الجدول، ويبتدي ممكن نعملها تيست عشان يكتشفها، بس اي تيست فشل لانهم بيضيفوا حاجات مش معروفه، يعني بتبقى حاجات ميكس من حاجات ممكن هيربل مثلا مع الكنابينويد مع مثلا الاتروبين مع الحاجات دي كلها، فانا مش بلاقي تحليل في الحاجات اللي هي مكونات الحاجه اللي هو واخدها الشخص ده. طيب بصفه عامه السينثيتك الديزاينر دراج قسموها الكلاسيفيكيشن بتاعتها لسينثيتك كانابينويد، سينثيتك امفيتامين، سينثيتك اوبيويد، سينثيتك بنزودايزبينز، سايكوديليكس او سينثيتك هالوسينوجين. دي بتشبه في عملها الدراجز الاصليه اللي هي الكنابس الحشيش والامفيتامين اللي هو الامفيتامين المعروف، والاوبيويد زي الهيروين والمورفين، البنزودايزبين زي الكالميبام والحاجات دي كلها، وسايكوديليكس زي الحاجات اللي هي القديمه اللي كانت موجوده مثلا زي حاجه اسمها ال اس دي، او في حاجات بقى صنعوا عليها زي اللي هو الفيل الازرق، الحاجات دي كلها لسه ايه مصنعه. طيب مفروض انا هلاقي في حد جاي لي واخد الحاجات دي بصفه عامه، هنحط زي برود لاين كده، اي حد جاي بديزاينر دراج اولا هيطلع التحليل بتاعه نيجاتيف، هيبقى معاه ديستربد ليفل اوف كونشسنس. دايما الناس اللي بتصنع الحاجات دي بيكون عاملين حاجه يعني مزودين حاجه بتزود السايكو اكتيف بروبرتيز بتاعه الدراج، يعني مثلا لو عيان جاي لي واخد حشيش بس، هيكون جاي بشويه دي ال سي، شويه هايبوجلايسيميا، شويه تيكي كارديا، هلاقي الحاجات دي بس عليها هلاقيها اكزاجيريتد. ليه؟ لان انا مزود حاجه تزود الهالوسينيشن والاجيتيشن بتاع العيان، فبتزود بقى معاها التيكي كارديا، بتزود معاها الهايبوتنشن او الهايبرتنشن، هايبرثيرميا، الحاجات دي كلها انا وحاجات ان اكسبكتد، يعني انا مش عارف هو هيعمل ايه عشان حاجه مش عارفها. طبعا لو هو مزود حاجه انا عارفاها، يعني مثلا في الفودو والستروكس زي ما نعرف دلوقتي، مثلا هو مزود اتروبين مع الكنابينويد، فهلاقي اعراض الحشيش الكنابس او الكنابينويد مع الاتروبين الاثنين مع بعض، ميكس منهم الاثنين. فانا بقى متوقع مثلا الحاجات المعروفه لغايه دلوقتي هقول لكم مكوناتها، بقى متوقع ايه اللي هيجي لي في الافكت بتاعها او الكلينيكال بيكتشر. طب التريتمنت سبورتيف، مفيش حاجه معينه هديها ليه، سيمبلي عشان ده ميكس،
يعني مثلا لو انا في سينثيتك اوبيويد، لو انا عندي الاوبيويد العادي الهيروين والمورفين كنت بدي النالوكزون الانتيدوت. طيب انا لما اجي العيان في حاجه في الكومبوننت بتاعتها سينثيتك اوبيويد، انا ما اقدرش ادي النالوكزون. ليه؟ لان النالوكزون ستيمولنت، وممكن يكون هو ضايف حاجه ستيمولنت تدخل العيان في كونفولجن او برين هيموريدج، فمش هينفع. لو حاجه مثلا زي البنزودايزبين مثلا، البنزودايزبين الحاجات اللي لها انتي دوت اللي هو الانكزيت، بس انا هل لو جالي عيان واخد حاجه فيها سنسيتك بنزودايزبين وانا عرفت بعد كده بعد ما اتحللت الماده ونزلت فوق كده اقدر اديله؟ لا خالص، لان بيكون ممكن واخد حاجه ستيمولنت معاها، والحاجه دي انا لما ادي الانكزيت كستيمولنت يعمل لي برضه كونفولجن ودخل عيان في اريثميا ومشاكل كتير جدا، فانا ساعتها ما بقدرش ادي انتي دوت. بيكون العلاج سبورتيف، بحط الشخص ده الطفل ده او الادلت ده على سبورت في تريتمنت. اول حاجه بقى كير بالاير واي والبريزنج والسيركيوليشن، وبشوف الفنتليشن بتاعه ده اهم حاجه، وادي الاي في فلويد للعيان ده واتعالج واتعامل سبورت خالص، يعني مفيش اي حاجه. السنسيتك كانابينويد اول حاجه مسكوا الحشيش ده وبداوا يصنعوا فيه كده، عملوا حاجه اسمها سينثيتك، غيروا في المولكولار ستراكشر بتاعه، فغيروا وعملوا حاجه اسمها كيتو، كي تو او سينثيتك كانابينويد. هم كانوا المفروض بداوا يعني يصنعوها عشان خاطر حاجه في كحاجه ثيرابيوتيك يعني، بس الموضوع طبعا قلب معاهم انها اتاخدت وضافوا عليها حاجات تانية وصنعوا وعملوا دراجز اوف ابيوز، فبدات تديني الاعراض بتاعه الكنابس او الكانابينويد الحشيش، ومش مش بتكتشف في التحليل والحاجة اللي مضافة عليها. طبعا هيعمل لي ايه الاعراض؟ زي كأن واحد واخد كنابس، هيبقى معاه هلوسينيشن، معاه ديلوجن، معاه اجيتيشن، معاه شويه تيكي كارديا. دي اعراض الحشيش بيسموه كي 2، حرف الكي 2 او سبايس. ده موجود في مصر اللي هو سنسيتك كانابينويد الايجيبشن الكينج بي او الكي 2 او الماجيك جولد او الايجيبشن سبايس او الستروكس والفودو. سمعنا عن الستروكس والفودو؟ ايه الستروكس والفودو؟ ده عباره عن سنسيتك كانابينويد مع حاجه تانية. الفودو لقوا ان هو سنسيتك كانابينويد مع امفيتامين مثلا، فانا وترامادول يعني ضايفين امفيتامين وترامادول مع السنسيتك كانابينويد دي، فتيجي تعمل التحليل هيطلع نيجاتيف لانه مش كنابس، كنابس فما بتطلعيش من تابلايت اللي هي تترا هيدروكانابينول اللي هو معمول عليه التحليل او الكيت، وضافوا عليه الامفيتامين وضافوا عليه الترامادول. فانت متوقع لما يجي لك عيان واخد فودو ان هو يكون عليه اعراض الترامادول، ممكن تلاقيه بقى معاه بين بوينت بيوبل هايبو فنتليشن سي ان اس ديبريشن اللي هي الترامادول، مع اعراض الامفيتامين. الامفيتامين بيعمل سي ان اس ستيميليشن، يعمل هالوسينيشن، ديلوجن، تيكي كارديا، هايبر تنشن، مع اعراض الحشيش اللي هو الدي ال سي مع الهالوسينيشن برضو مع التيكي كارديا والهايبوجلايسيميا. فليه هو بحاطط الحاجات دي كلها؟ عشان يعزز السايكو اكتيف بروبرتي بتاعتها اللي موجود، وبيضيفوا بقى حاجات زي البرتقوش، الحاجات عطور انسنس بتحطها مع الكانابينويد، ولقوا ان هو لما حللوه بعد ما نزل السوق، يعني انا ما بعرفش الحاجات دي الديزاينر الا بعد ما بتنزل ويحصل منها مشاكل ويبتدي احللها، انما قبليها انا مش متوقع هم هيعملوا ايه او هيضيفوا ايه مع ايه، يعني دي اضافات هم اللي بصنعوها مع نفسهم كده. طيب اللي موجود البراند الموجود حاجه اسمها مستر نايس جاي، ده موجود بيبقى متباع كده في سمول باج، ومكتوب عليه ويرنينج كده ان هو ريلاكسنج انيسنس ونوت ايديبل، يعني ده مش للهيومن يوز اصلا ومش ان انا استعمله. الفودو طبعا نزل بقى في الاخبار اسمه بيسموه ايه الشيطان او التعويذه او مخدر التعويذات الشيطانيه. ليه بيسموه كده؟ عشان اللي بياخده بيعمل حركات شيطانيه مش متوقعه، بيكون شايف هالوسينيشن وبيكون عنده ديلوجن، فممكن بقى يبقى معاه فايلنت بيهيفير، يبقى معاه اي حاجه انا متوقعها، لان انا ضايف لي امفيتامين مع ترامادول مع كانابينويد، بيشتغل بقى على السيروتونين والدوبامين وكل حاجه. بيسموه ايه؟ سبايس، السحر الاسود، مخدر التعويذه، مخدر الشيطان. انا جبت لكم الاسماء دي عشان نبقوا عارفين، بس الدنيا لما يجي لك حد مثلا واخد الحاجات دي او حد مثلا طفل واخد الحاجات دي، مش هيجي يقول لك انا واخد مثلا، ممكن يقول فودو، ممكن يقول لك باسمه اللي هو الستريت نيم بتاعه. بيبقى عباره عن اقراص يعني مخدره او ورق، الورق ده بيطحنوه وبيبقى على شكل مسحوق بني كده، بيلفوه في ورق السجاير او ممكن يخلطوه مع التبغ ويدخنوه عادي.
زي ما قلنا خدوا الفودو ده وحللوه، لقوه عبارة عن أمفيتامين وترامادول مع السنسيتيك كانابينويد. فتخيلوا بقى الكمية السايكو اكتيفيتي اللي عند البيشنت ده، ومفيش انتدوت ولا لاج سبورت. بس طبعا لو العيان مع اجيتيشن وهايبر تنشن هبتدي اعمل سي تي عشان خايف من انترا فينتريكولار هيمج، على حسب بقى الكميه اللي حاطينها، ان هي برضو مش معروفه اللي هيغلب اللي موجود. يعني امفيتامين ده ستيمولنت مع ترامادول ديبريسنت، فعلى حسب البرزنتيشن بتاع العيان مع الكانابينويد طبعا ديبريسنت برضو. طيب الاستروكس بقى، الاستروكس برضو سنسيتك كانابينويد معاه بقى حاجه اللي هي الاتروبا بلادونا او الداتورا، ده بلانت بياخدوه، ده اللي هو بيصنع منه الاتروبين اصلا. فكانك جاي لك عيان معاه ادمان كنابس مع اتروبين. يعني هتلاقي دايما على فكره اللي بيجونا بيكونوا جايين باعراض الاتروبين، وساعات بيضيفوا كده من عالي. بيكونوا جايين باعراض الاتروبين اللي هي ايه، تحس ان هو واخد اتروبين بالظبط، دايليتد بيوبل، يورين ريتنشن، ديكريز الموتاليتي والسكريشن بتاعته، الجي اي تي موتاليتي والسكريشن، فهتلاقي معاه كونستريشن، هتلاقي معاه فلاشينج، هتلاقي معاه هالوسينيشن. ده اكتر من هو معاه سي ان اس ديبريشن. العلاج زي ما احنا قلنا، بس هنكير ان احنا لما ببقى عارفين الحاجه دي مكونه من ايه. يعني مثلا لو انا عارف ان هو ده حاجه شبيهه بادروبين، فانا خلاص مش هحتار، فانا عارف اللي هو العلاج سبورت بقى اي في فلويد، همونيتور موضوع اليورين ريتينشن ده عشان ده يهمني. بس وهيبتدي العيان يتحسن، لا بقى لو واخد جرعات عاليه جدا. يعني بيبقى موجود الفودو كمان، ده بيبقى موجود اللي هو بيسموه هيربال انسنت، بيبقى موجود في اكياس كده مكتوب نوت فور هيومن يوز. الاستروكس بيدوس زي دايما ممكن يدخنوه، او ممكن يحطوه منقوع كده ويشربوه زي الشاي، او بيدخنوه على البايب، او يخلطوه بالحشيش بقى كمان. يعني هو بقى لو عايز بقى يزود بقى السايكو اكتيف بروبرتي بتاع الدراج، يروح ضايفه على حشيش اللي هو الحشيش العادي بقى. طيب احنا كده خلصنا السنسيتك كانابينويد من الديزاينر دراج اللي احنا قلنا حاجات شبيهه بالحشيش، وبيضاف عليها مواد تانية زي الاتروبين في حاله الاستروكس، وزي الامفيتامين والترامادول في حاله الفودو، وبيدين اعراض، يا اما جاي باعراض هيجي باعراض الحشيش، لان الكانابينوسنسيتك كانابينويد بتدي اعراض زي الحشيش بالظبط، يا اما هيجي باعراض الماده المضافه لها زي الاتروبين او الامفيتامين او الترامادول في حاله الفودو. طيب تاني كاتيجوري من الديزاينر دراج السنسيتك امفيتامين، الاكتاسي او المدمى او المولي، ده موجود في مصر من زمان جدا. فاكرين حتى من ايام فيلم اللي هو بتاع عادل امام اللي هو بتاع مورجان ده، كما كان بيقولوا اكسس، الاكسس اللي هو الاكتاسي. الاكتاسي ده بيسموه مخدر الهلوسه او حبوب السعاده النفسيه او الاكستاسي، بيسموه كده. طيب الامفيتامين ده كانت جت من كام سنه كده، من حوالي 5 6 سنين، وطلعت موضوع الاكستاسي ده عباره عن تابلت كده تبقى موجوده، بيسموها ساعات كريستال ام او كريستال، بيبقى ساعات لو هو موجود بقى كريستالاين باودر او كبسول او ليكويد، يعني بيبقى موجود في اي، بس هو الاكتر في مصر تابلت. بيبقى موجود فين الاكستاسي ده؟ بيبقى موجود في الدانسينج كلابس والحاجات دي، عشان خاطر بيزود السوشيابيليتي وبيشتغل على الدوبامين ريسبتور. هو سنسيتك امفيتامين، هو الامفيتامين بيعمل ايه اصلا؟ بيشتغل على الدوبامين، بيعمل اكسسيف سكريشن او ريليز اوف دوبامين. لما بيعمل كده بيزود السوشيابيليتي والسكشواليتي، ويزود الايفوريا والهالوسينيشن والموضوع ده. فهو لما بيصنع الماده اللي هي اسمها ميثيلين دايوكسي ميد امفيتامين، اللي هو الام دي ام اي او المدمى الاكستاسي ده، ماده شبيهه لها بالظبط، وبياخدوه عباره عن تابلت، ويبتدوا يشربوا وراها ميه كتير جدا، لان هو بيعمل سندروم اوف ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون ريليز. فبيبتدي يتلاقوا معاهم ازازه ميه وعمالين يشربوا كتير جدا في الدانسينج كلاب دي، ويبتدوا يبقى هم بياخدوه عشان انهانس السوشيابيليتي والسكشواليتي ويخليه عنده باور اكتر. يعني حتى كان دايما يجي بقى الايفوليوشن اوف مادما ابيوز از ا بابليك هيلث ايشو. يعني جت بقى فتره كده بموضوع الاكستاسي ده او المادما او الحبوب السعاده النفسيه دي اللي هي الاكستاسي. طيب بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا بيزود الامباسي، بيعمل هايبر سيرميا، بيعمل هايبوناتريميا، بيبقى عباره عن دايليوشنال هايبوناتريميا من الاكسسيف انتيك بتاع الووتر واكسسيف صوديوم لوس. العلاج بتاعه برضه زي ما احنا قلنا سبورتيف، ومش بيبان في التحليل كامفيتامين.
لان هو بيكون مضاف عليه حاجات، ولو هو سينثيتك امفيتامين مش بيبان في التحليل. طيب بعد كده مخدر الشابو او الكريستال، سمعنا برضو عن مخدر الشابو ده او الكريستال، عبارة عن يعني بيسموه حتى الباث سولت او الحاجات اللي بتستخدم في الحمامات، كريستال ابيض كده او اكياس كده بتبقى جايه عباره عن كريستال ابيض زي الملح كده، بيسموها بقى بيقولوا عليها بلاند فود بقى سولت اي حاجه، لانها شبه كده ايه السولت كده، بيبقى وعلى اساس ان هو جاي للتنظيف يعني مش جاي للابيوز، بس الناس اللي بيستعملوه للابيوز بيبقوا عارفين الباث سولت دي، ممكن بقى ياخدوه اورالي او يعملوا سنورتنج بقى على النوز او كده. زي ما احنا قلنا هو واخد اسمه عشان خاطر هو عبارة عن صولت شبه الصولت كده، وهو دايما بيسموه بلاك فو بلاند فود او جولري كلينر او فون سكرين كلينر، ده بيجي يعني بينزل البلد على اساس كده، بس الناس اللي هم بيستخدموه الابيوز بيكونوا عارفينه ان هو جاي كده، بس بيستخدموه للابيوز بقى بياخدوه سوالوينج او سنورتنج او اي حاجه. طبعا بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا بيعمل بارانويا، سوسايدال صوتس، هالوسينيشن، هتلاقي اجريسيف بيهيفير جامد. ده اللي هو الشابو او بيسموه الباث سولت، عباره عن هي عباره عن سولت كده او بودر ابيض، ده اللي هو من الحاجات الديزاينر دراجز ومش هتبان في التحليل، من الحاجات اللي بتعمل هالوسينيشن وبتعمل سيفير اجريشن مع العيان، ممكن تعمل تيكارديا، بتعمل هايبر تنشن، تعمل اي حاجه من دي، والعلاج برضه زي ما احنا قلنا مع كله سبورتيف. طيب السنسيتيك كاسينوم في حاجة اسمها القات، القات أو القات ده موجود في اليمن وتروبيكال إيست أفريكا، ده عبارة عن ليفز كده. أنا بعرفكم القات ليه؟ عشان تعرفوا السنسيتيك كاثينون، بياخدوها عشان تزود من الـ الألترناس بتاعهم زي القهوة والشاي والنسكافيه والحاجات دي، يعني حاجة سوشيال كالتشر عندهم إن هما بيقعدوا يعملوا تشوينج للليفز دي عشان بتعمل بتزود الالترنس عندهم اللي هو القاد. السنسيتيك كاسينون ده بقى خدوا القاد ده وصنعوا منه حاجه اسمها سنسيتيك كاثينون اللي هي الماده الفعاله في القاد ده، ونفس الافكت بتاع الكوكايين والانفيتامين والاكتسي بالظبط، بس طبعا يعني كاستراكشر هم حاجه مصنعينها، اللي ظهر على اللي هم بياخدوا اللي هم الابيوزر اللي هو الايفوريا والستيميليشن والدايليتد بيوبل، هما اصلا يبقى هو بيعمل نفس الافكت بتاع القاط الاصلي اللي هو الليف دي، هو بيزود الالترنس والاستيميوليشن. سمعنا عن حاجه اسمها الفلاكا، الفلاكا ده من السنسيتيك كاثينون، اسمها مصنع حاجه اسمها الفا بي في بي، ده بيعمل ايه بقى؟ ده اللي هما بيسموه مأكلي لحوم البشر، ده حاجه عنيفه جدا بيزودوا من نسبه الكاسينون، ده بيكون شكلهم ده ممكن يخبط بقى يعني درجة الفايلنت بيهيفير بتاعهم ان هم ممكن يخبطوا ازاز، يخبطوا نفسهم في الشارع، يعملوا اي حاجة عنيفة جدا، وبتبقى حالتهم صعبة جدا جدا جدا، يعني ممكن فعلا لو لقى بني ادم قدامه ياكله حرفيا، بيبقى الافكت بتاعه عنيف جدا. كان في ناس بتقول ان هو نزل في مصر بس احنا ما شفناش منه حالات الفلاكة، بس عشان لو سمحتوا موضوع الزومبي دراج او الاكل لحوم البشر اللي هو الفلاكة الالفا بي في بي ده ما جاي من الكاسينون اللي هو مصنع من القات اللي هو بيزود الاستيمولنس والايفوريا والالترنس والكلام ده، بس طبعا حاجه مصنعه مضاف عليها حاجات بتعمل سايكو اكتيف بروباليتي زياده، ومش معروف الافكت بتاعها، مش اكسبكتد، ومش عارف له دراج، مش عارف له حاجه انتيدوت، ومش بيبان حتى في التحليل. الفلاكة دي بياخدوها ازاي؟ معظم الحاجات بتبقى سنورتد او سموجد او سولود عادي زي ما احنا بنقول في كل الحاجات. طيب ايه الحاجات اللي بيعملها؟ زي ما احنا قلنا بيكون منظرهم كده فعلا، دي صور حقيقيه، بيعمل سايكوزس، بارانويا، هالوسينيشن، انكزايتي، فايلنس، بيعمل هايبرثيرميا، بيعمل ديليريا، ممكن طبعا بيعمل ديس نسبه عاليه جدا بيموتوا، او لو هم اصلا كملوا وعاشوا بيصابوا بسايكوزس عنيف وما بيقدروش يكملوا بعد كده. اخر حاجه عندنا اللي هي السنسيتيك هالوسينوجين،
الحاجات المصنعه اللي بتعمل هلوسه. الهلوسه دي بتغير البرسبشن تماما، يعني بمعنى كانت مختلفه عن الحاجات التانية، ان هو الحاجات التانية ممكن تعمل شويه اجيتيشن شويه هالوسينيشن، انما دي بتغير البرسبشن تماما، يعني بتخليك شايف الحاجات اللي ثابته بتتحرك، الحاجات اللي كانها زي ميه بتتحرك قدامك لو حاجه ثابته، حتى لو السلف ايمج برسبشن، يعني لو يعني وانت شايف نفسك، شايف نفسك بتتحرك كأن حاجه ويفي. الناس اللي جربوها بيقولوا ان هم زي ما يكونوا ان هم طالعين تريب، ومثلا ممكن بتستغرق مثلا 12 ساعه، وان هي كانت عباره عن حاجه زي خدك رحله، حد خدك رحله كده وطلعت رحله للفضاء مثلا، رحله في مكان مختلف وزمن مختلف. ال LSD او الليسارجيك اسيد داي سايلامايد ده موجود في مصر، ده بوتنت هالوسينوجين دراج، وبياخدوه من الارجوت اللي هو الفانجس. طبعا ده ليجل دراجز، ممكن يبقى في تابلت او كبسول او ليكويد، وبياخدوه بالانجيشن اورالي. المنتال افكت زي ما احنا قلنا، بس ده زي ما احنا قلنا هلوسه، يعني بيغير البرسبشن اكتر، فبيشوف بيبقى معاه فيجوال هالوسينيشن ومعاه ديلوجن والترد برسبشن حاجه زياده، ان هو بيغير اصلا البرسبشن، ودايما يبقى معاه بعد ما بياخده مثلا وخلاص وينتهي الافكت مع حاجه اسمها فلاش باكس، يفضل يفتكر الرحله اللي هو كان طالعها رحله مختلفه، كانه طالع في مكان مختلف مع ناس تانيه في زمن مختلف، ده على حد وصفهم هم. اللي هما كانوا بيسموه الطوابع، ساعات بيبقى عبارة عن طوابع كده وبيلزقوها على اللسان. طيب من الحاجات برضو اللي بتجيلنا الباركينول، بيقول لك انا واخد حبوب صراصير، وكانت جت انتشرت كده من 4 سنين، كانوا بياخدوها كتير جدا الناس اللي هما في الابيوز، ان هو بياخد حبوب الصراصير. ليه بيسموه حبوب صراصير؟ لان بيكون الباركينول دي بتستخدم انتي باركنسونيان دراج، بس بيعمل هلوسة كأن الشخص شايف صراصير قدامه، عشان كده سموها حبوب صراصير. بيعمل نفس الإفكت بتاع الحاجات دي، بس الباركينول من الحاجات يعني اللي معروفة. طيب الكبتاجون، الكبتاجون ده موجود في مصر ومنتشر جدا، ده بيسموه بقى ايه، البحار الأبيض، التلج، اللي مش عارفة البيتهوفن، كل حاجة على حسب، بيبقى عبارة عن تابلت كده ومرسوم عليها حاجات مختلفة، فعلى حسب الرسمة اللي موجودة على التابلت بيديها الاسم بتاعها. يعني ايه مكوناته؟ هو اسمه مادة الفينسايلين اللي هي الأمفيتامين مع السيوفيلين، عارفين السيوفيلين اللي هو بتاع الكابرونكو دايليتور ده، هو ده مع الأمفيتامين، الاثنين كسي ان اس ستيمولانت، بيعمل سيفير اجيتيشن وهالوسينيشن وبارانويا وتيكي كارديا وهايبرتنشن. ده الكبتاجون ده مكوناته الاثنين مع بعض. ده شكله، ان هم بيسموه بناء على الاسم بتاعه على الرسمه اللي موجوده على التابلت. طيب الدي ام تي او الفيل الازرق، سمعنا عن موضوع الفيل الازرق ده، الفيل الازرق حتى الفيل الازرق ده عملوه فيلم بعد كده، اللي هو دايميثايل تريبتامين، ده حاجه هلوسينوجين بتعمل سيفير هلوسينيشن والترد بيرسبشن، وكانك برضو طالع زي ما بيقولوا طالعين تريب مختلفه مع ناس مختلفة في أزمنة مختلفة. ده شكل الحبوب اللي هي حباية الفيل الأزرق، بسموها تجربة الموت، يعني كأنه رايح بقى في زمان مختلف في رحلة مختلفة، بيقولوا إن هم كأنهم رايحين في حاجة بتعمل لهم خوف أو فيرنج، حاجة بتغير البرسبشن وبتعمل هالوسينيشن وبتأثر على الريسبتورز اللي موجودة أو النيورو ترانسميتر اللي موجود. طيب عشان احنا كده خلصنا، تو سمرايز يا دكاتره، احنا عندنا الموضوع بتاعنا اللي هو الديزاينر دراج. يعني ايه ديزاينر دراج؟ حد عمل لها ديزاين عشان خاطر ما تكتشفش في التحليل، فانا لما اعمل تحليل ويطلع نيجاتيف لاي حد ديستربد وانا متاكد ان هو واخد ماده، شكله واخد ماده اوف ابيوز، فلما يديني نيجاتيف ما استبعدش بقى ان هو واخد، لا اعرف ان في حاجه اسمها ديزاينر دراج. ديزاينر دراج اللي هي الحاجه شبيهه بالحاجه اللي هي العاديه اللي بتعمل لها ابيوز، بس مغيرين في المولكيولر ستراكشر بحيث انها ما تظهرش في التحليل، وضايفين عليها مواد تانية بحيث انها تزود السايكو اكتف بروبرتيز او الهالوسينوجينيك افكت بتاعتها،
زي الاكروبين بيعمل هالوسينيشن، زي الكيتامين، زي الامفيتامين، الحاجات دي كلها. طيب مكوناتهم ايه؟ الحاجات اللي هو سينثيتك كانابينويد، سينثيتك امفيتامين، سينثيتك هالوسينوجين، وسينثيتك اوبيود، وفي سينثيتك بنزودايزمين. ايه الحاجات اللي نزلت مصر موجوده؟ الفودو والستروكس. الفودو مكوناته امفيتامين وترامادول وسينثيتك كانابينويد، الستروكس سينثيتك كانابينويد واتروبا بلادون او داتور او اتروبين يعني. السينثيتك امفيتامين زي المادما او الاكستاسي، وفي اللي هو الشابو، واللي هو فيه السنسيتك هالوسينوجين زي ال LSD والفيل الازرق اللي هو DMT. دول اكتر حاجه موجوده. الفلاكا مش موجوده في مصر، موجوده بره، وفي ناس بتقول انها جت منها حاله بس احنا حقيقي ما شفناش منها. وكده بنكون خلصنا الدرس النهارده او موضوع النهارده، والف شكر يا دكاتره. بنشكر دكتورة نهاد جاد، كان نفسنا طبعا تكون معانا ونتشرف برؤيتها زي كل سنة.